داعي الإصابة. هنا كرة ماكيتي يهرب، ماكيتي خطيرة، تسديدة، جول جول. من يريد أن يحصل على بطولة لا ينتظر أن تبدأ نهائي هذه البطولة بطريقة يصل إلى شباك الشباب، يصل إلى شباك الجوارح، يسجل أول أهداف المباراة، يتقدم الأهلي في هذه اللحظات. قلت لك مباراة راح تكون مجنونة مجنونة. ماكيتي هذا ما يريده، الحصول على لقب، الحصول على بطولة مع النادي الأهلي. هكذا كانت تصريحاته وهكذا يبدأ الحكاية. أول أهداف المباراة، بداية مبكرة يا أهلي، بداية مبكرة يا فرسان. الفرسان يصلون إلى شباك نادي الشباب وفرحة بلد الناس. لمسة خطيرة أمام المرمى، ممكن جول جول جول. ماكيتي ديوب، ماكيتي ديوب، جاري تحميل البطولة يا كوز. ماكينة ديوب، ماكينة الأهداف، تسجل الهدف الثاني، 8 أهداف في هذه البطولة، ويسجل الثاني الآن. ماكيتي، ماكيتي يسعد جماهيره، يسعد جماهير النادي الأهلي، هدف ثاني للأهلي في توقيت بالتأكيد صعب، صعب للغاية، بالتأكيد صعب جدا على فريق نادي الشباب أن يعود بعد هذا الهدف. يا سلام على لمسة ماكيتي، ما فيها تسلل، وصلت سدتها في الأولى.